السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله وحفظكم، ردكم سالمين غانمين، أسأل الله أن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا. هذا ملخص لأحكام الحج بصورة مختصرة. إن شاء الله من تسعدون من هون لا يجي في خلقاتكم معكم لا يتأدوا ركن من أركان الإسلام، وهو أعظم سفر يسافر الإنسان المسلم، وهو تذكير له بالموت اللي هو رحلة إلى الدار الآخرة. ولذلك الميت لا يغسل ولا يكفن، وكذلك الحاج لا يغتسل عند إحرام ولا يلبس كفان واللي هي ثياب الإحرام. وهذا التذكير بالموت يوعظ الإنسان ويذكره، ودار هو مشى من كل شيء وخرج من بيته ومن عمله وحتى من الباس، وترك ذاك المدانة كامل، ويلا يعود مخلص لله ويحرص على عودانه الفضل اللي حاج بيته الحلال، وعودانه يعود قاصد وجه الله، ما هو قاصد رياء ولا سمعة ولا فخر ولا خيلاء، ويخلص النية لله، وعنه يستجيب لنداء الله به لمولانا: نادى عبيد كامل هذه الندوية المباركة اللي يغفر لهم فيها ذنوبهم ويرفع فيها درجاتهم ويفتح لهم الخيرات. وقال عبده وخليل عبده وخليله إبراهيم، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهذه المنافع فيها خير الدنيا وخير الآخرة. من إن شاء الله تجول المدينة ما فيها عمل من أعمال الحج، فيها لا صلة في المسجد النبوي اللي صلة واحدة فيها أكثر أجر عند منانا من 1000 صلة في اللي خاطيه من المساجد، وفيها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أشرف المخلوقات، وحد يعتقد عنه حي في قبره فم في المسجد، ويجيه بأدب وسكينة ووقار، ولا يعجل حد ولا يلتفت ولا يتكلم مع حد ولا يضحك ولا يشغل ولا يخرص، يقعد متأدب حتى كيف اللي راعي في النبي صلى الله عليه وسلم قدامه، ويسلم عليه بقار وسكينة كيف أمر الله بذلك. وكذلك سلم على صاحبيه اللي معاه فم اللي هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي المدينة فيها البقيع فيه 10,000 من الصحابة و 90,000 من التابعين، وفيها غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كيف غزوة أحد وشهداء أحد وكما فهم 71 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من أفضل الشهداء اللي نزل منانا فيهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم قبل موته بثمانية أيام وقال: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. وفما كذلك غزوة بني النضير وغزوة بني قينقاع وغزوة بني قريظة وغزوة الخندق، هذه كاملات من الغزوات اللي في المدينة، وقريب منها واللي غزوة الغابة اللي هي ذو القرادين، هذه الغزوات اللي احداها هي، ورا ذاك غزوة بدر 140 كيلو منها تقريبا، وفهم غزوات أخرى بين ذاك كيف غزوة العشيرة اللي حوالي 20 كيلو من المدينة، وغزوة حمراء الأسد كذلك اللي 18 كيلو من المدينة، والله هيك الحدود. المسجد فيه بلودة من الجنة كيف الروضة اللي هي بين المنبر والحجرة النبوية، ذا كامل من الجنة، والمنبر من نفسه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وذاك المحراب اللي دونه اللي هو قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وذاك العمود اللي مسند عليه المحراب هو اللي كان بلد العمود اللي أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسند عليه منين يخطب ومنين ندال له المنبر ومشى عنه بكاء عليه، وهو اللي قال له الأسطوانة المخلقة. وكذلك من جبل أحد من جبال الجنة ركن قاع من أركان الجنة، وهو من الصحابة اللي مزار فوق الأرض، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: جبل يحبنا ونحن نحبه، وأنا نعاقل النبي صلى الله عليه وسلم ويبغيه ويحبه. يصلي فيها حد القد عدل من النوافل مع الفرائض، وحاول أنه ما تفوت الصلاة في المسجد النبوي، وعن أم اللي يصلي فيه اللي قد يصلي من النوافل، ويتأدب بدأ بالجوار مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعود كيف تشي مجاوره وهو حي، ذاك يقتضي ياسر من الأدب والعس.
ومنين يمشي من مدينة واحدة الإحرام إن شاء الله، لا يقيس بالميقات اللي هو اللي حرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحليفة اللي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدحمي سبات فيه. وفي الليل قال: أتاني الليلة آتي من ربي، فقال: إنك في بطحاء مباركة فصلي. قال له: ذاك البلد عنه مبارك. ومنين يجي أحد لا يستحم كيف يصحهم العادي، ولا هي يقلم مظافره ويقلع شعره، الشعر اللي من خصال الفطرة كامل، ويجهز ويلبس إحراماته، وإلى الطيب اللي ما تخسر شيء بالطيب اللي ما يبقى ثرو، ولا يدير ما يدير كل الخصات اللي يندار، ولا شيء ينقفل عليه. وإلى دار ما حزمة فيها النفقة، ما هو قاصد بها تسكان لزارق، وذاك ما يخسر شيء. ومنين يبدأ الإحرام من فم، معناه ينوي الدخول في الحج، يقول: لبيك اللهم حجه عند بدايته، ويتم يلبي ورا ذاك ويقولها ورا صلى، يسوي واحدة من الفرائض، ويسوي العاد إلى صلى ركعتين يقرأ فيهم ورا الفاتحة بالكافرون في الأولى وبالإخلاص في الثانية. ومباشرة ورا خروجهم من المسجد يبدأ التلبية، يدخل ينوي الدخول الإحرام، ويقول: لبيك اللهم حجه، يعاد حاجة عن راسه، يعاد حاجة عن حد آخر يسميه. ويتم الصلاة، يلبي ورا ذاك يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وواسع عنهم جاوب مولانا في دعوته عياط إبراهيم، عنهم جاوب ذاك النداء، وهو اللي يقول: لبيك اللهم، معناه مجاوبك مجاوبك. ومنين يتم واصل ذاك إلى صلى، يقول: رسل قبلت تسبيح الصلاة. وإلى أركب يقول، إلى كال الأشراب يقول، إلى أنزل يقول، إلى أن يوصل مكة. وإلى وصل مكة يستراح بنت بريكته، وإلى صب عليهم ما يبدون دلك، ما يدلك يكون أعضاء الوضوء والله مواقع النجاسة، ذاك ما يخسر شيء. ويقيس الحرم، ومنين يشوف البيت الحرام مد يديه المولانا ويطلب، ذاك وقت من 7 أوقاتهم اللي يمتدوا فيهم يدين المولانا. قال ابن عباس عنهم: واحد منهم عند رؤية البيت، وواحد فوق الصفا، وواحد فوق المروة، وواحد في عرفة، وواحد في مزدلفة على صباح يوم العيد، وواحد في ورا جمرة الجمرة الأولى الصغرى في الأيام اللي ورا يوم العيد، وواحد في الجمرة الوسطى في الأيام اللي ورا يوم العيد. هذا المواضع 7 قال ابن عباس عنهم: اللي ترفع اليدين إلى الله فيهن. ويطوف بالبيت، يبدأ بقد الحجر، ويشير الحجر إلى ما قد يوصله، ويكبر، ويخلي البيت دائما على يساره، ويمشي الأشواط 3 الأولين اللي قد يعدل فيهم من ذيك الخفة اللي ينقال لها الرمل، يعدله، وإلى ما قد يعدلها به الزحمة ما يخسر شيء إلا مندوب. والأشواط 4 التانيين يمشي فيهم متواطي، ما عجن حد ولا ذكمر حد، إلين يوفي ذيك الأشواط 7، يصلي ركعتين إلى تيسر له عن وعود المقام بينه مع الكعبة بها ونعمتها، والأفضل به اللي مولانا قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإلى ما قد يعدلها يصليهم فجي بليده، يصلي ذوك الركعات 2 ويمشي شور الصفاء. هذا الصفاء يطلع شورها، وراي مكتوب عليها اسمها، وهي اللي على جهة اليمين، من يدخل على جهة المسعى يصد على جهة اليمين لا يجبرها. ومن يوقف عندها هي مدير عليها شيء من الزجاج، غير راعي بعده الحجار بينه معهم زجاج، يوقف حداك الزجاج ويصد على جهة الكعبة، وراي تنشاف قاع من فم اللي قريب من الصفات شاف منه، ويكبر 3 مرات ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله حقا حقا تعبدا ورقا. وهذا الأدعية لا مندوبة، ويدعي بما شاء، ويمشي من عند الصفا وعد المروة، ويسرع في ذاك اللي بين ذاك المدير وذيك العلامة الخضراء الضوء الأخضر، يسرع فيه شوي العادي قد ما فهم زحمة، ويمشي لين يوقف على المروة، ويعدل كيف اللي عدل إلى الصفا، ذاك هو الشوط الأول، ويمشي من عند المروة شور الصفا ذاك الشوط الثاني، ومن عند الصفا شور المروة ذاك الثالث، ومن عند المروة شور الصفا ذاك الرابع، ومن عند الصفا شور المروة ذاك الخامس، ومن عند المروة شور الصفا ذاك السادس، ومن عند الصفا شور المروة ذاك السابع، وهو التالي من أشواط السعي. وراه وجاب الركن الثاني من أركان الحج بعد الإحرام اللي هو السعي بين الصفا والمروة، ويرجع للتلبية، ولا يقبض شيء من شعره لعاد اللي مفرد، ولا يتحلل وتم لا يلبي إلى يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من
ذي الحجة، لا يمشي شهر من الأضحى، ومنين يجيها ما عنده فيها يكون أداء الصلوات الخمس في أوقاتهم، يصلي الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب 3 ركعات في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، ويقوم الليل ما تيسر له، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء والتكبير، ومنين يعود الصبح الضحى لا يمشي شهر عرفات، وعد الركن الأهم من أركان الحج اللي هو الوقوف بعرفة، ومنين يوصل عرفة ما عنده فيها شغل قبل الزوال، وفي أول الزوال لا يخلق الأذان وتخلق الخطبة، الخطبة في آخر الأذان، الأذان في آخر الخطبة، تبدأ الخطبة أولا قبل الأذان، ويسمعها لا يجمع مع الناس، يجمعوا الظهر والعصر جمع تقديم، ويوقف وتم يوقفه ويقعد لين مستقبل القبلة، ويتم حافظ على طهارته إلى أن تقضي الظهر لا يتوضأ، ويتم لها مستقبل القبلة إلين تغرب الشمس ويطي شوي وراها. والأفضل أنه ما يمشي عاجل الناس ولا يجلس يطلع فوق الجبل، النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع فوق الجبل، وقف دونه وقال وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف، معناه أنه قد يوقف هو في الخيام بل منين هو، ويعس من الشمس ويعس من الاختلاط مع النساء والله الكلام والله الشغال. أهم شيء في حياة المسلم الصلة، والصلة عجلها مولانا فارها عن ذا الموقف، عجل العصر مع الظهر وقاس المغرب مع العشاء. إياك يعود الإنسان يبقى له وقت بيناتهم طويل لهذا الدعاء والتكبير والتهليل، ويتم الله يطلب مولانا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب مولانا اللي يعرف كامل ويكثر من الدعاء ويذكر عن هذا الوقت، هو أشرف وقت في السنة وأشرف وقت في عمره، هو قد ما يتيسر له مرة أخرى، وعن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة أهل السماء، فيقول لملائكته هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، ويتم يشتد ذاك لين تغرب الشمس ويطي هنيها شوي يسوي عشوي وراء غروبها، يسوى قاع أعطاها في الباص ويسوى أعطاها في القطار، يسوى منين أعطاها المهم عنه وراء الغروب بسوي عشوي لا يتحرك شور المزدلفة، ويتم يكبر في الطريق ويهلل إلين يجي المزدلفة ينزل فيها في يبلد منها، والأفضل أنه يبات فيها إلين الصبح يصلي فيها الصبح أول وقتها، ويوقف وراها الموقف الثاني اللي هو موقف المزدلفة اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، معناها مزدلفة كاملة موقف يصومني منها، غير النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع ذاك المسجد اللي فيها إلين قالوا المسجد المشعر الحرام، وإلى ما بات ملي ما لا عد ذاك ينزل فيها بعد حشد فيها يحط فيها الرحل، وصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ويكثر فيها من الذكر لكن لا يطي فيها في الليل، وإلى أن شهر منن يسوى في الليل والله ما أصبح، يتم يذكر مولانا ويكبر في الطريق إلين يجي منن، إلى قد يسبق في جمرة العقبة يرميها، يرميها هو مستدبر القبلة تعود الكعبة عن ظهره، ويعود مسجد الخيف جهته عن يمينه جهة يد العربية، ويعود طريق مكة اللي هي طريق الحج شارع الحج، يعود على يساره ويرميها ب7 حصيات، يسوى منين لقطهم، يسوى لقطهم مزدلفة والله في الطريق والله في منن، 7 حصيات يعود ما مكبرات حتى، ويعود كل واحدة يرميها ويكبر معها ويغرش عنها، دخلت وسطاك الحوض اللي هنا مستاك العمود والله قربت منه حتى، ولا يرميها رمية متينة تطير من العمود، يرميها لا رمية متوسطة ما هي ضعيفة اللي تعود كيف تطرحها، ولا هي الرمية متينة اللي تطير منها، ويحاول أنه ما يرمي مع حد ما توقف على الحيط قبال لا يعود بينه مع أحد، لأنه يعود بينه مع أحد يقدر يرد له رمياته، منين يكبر ذوك التكبيرات 7 مع كل حصات واحدة اللي هي 7 حصيات، يمشي يحاول أنه يحلق والله يقصر راسه، وإلى قد يتخطى شهر مكة يطوف طواف الإفاضة، إياك يوفي أركان حجه هو اللي تلا منهم إلا ركن واحد هو طواف الإفاضة، يعود ذاك زين وزال بثياب إحرامه يمشي يطوف طواف كيف ذاك الطواف اللي عدل عند القدوم، 7 أشواط غير ما في رمل، لا 7 أشواط متواطي فيهم 7، ويصلي ركعتين وراه متوف ويرجع لمنن، ولا قاعس وما تخسرش، ويرتبه منن ذاك اليوم يوم العيد إلى عاد اللي أصلا عنده هدي جايبه يذبحه ذاك الوقت ورا رمي جمرة العقبة، والأفضل أن يعود بين الرمي والحلق، وإلى عاد لورا الحلق ما اللي ما تخسرش، وإلى أحلق راه هو تحلل التحلل الأصغر معناها عاد قد يبدل الباس وقد يستحم بالصابون وقد يغير مزالته، طواف الإفاضة هو اللي باقي له، هو اللي محد أنه ما هتعدله ما يقدم يمس النساء
ولا يقد يسعف شي في شهوة، وإلى أجبر احتلام وفي فترة كاملة ما يضر، ذاك حرام، ذاك لا يغتسل من نتوه ويبدل ثيابه ولا يغسل عنهم اللي فيهم النجس، والثوب من يتنجس قد حد يبدله وقد يغسله دائما، وكيف ذاك من يوسخ، القمل من يشوفه ما يقلعه عن راسه ويخليه يمشي، ولا يبدل الثوب على سبته اللي يفوت يرمي جمرة العقبة ذيك الساعة ولا يقلع ذاك، والحشرات الأخرى كيف النمل واللي كيف اللي ما هي من جسمه هو يقلعها عن راسه ما فيها مشكلة، ولا يلزم به شيء، وإلا إن جرح والله خلق له أي شيء ذاك ما يلزم به شيء، ويتم يأس من الاختلاط مع النساء ومسهم في هذه الفترة من يوفي. هذه أعمال يوم العيد اللي قلنا يرجع المنن ويتسع فيها ما عنده فيها شغل، ما هو الصلوات في وقتها، لا يصلي فيها الظهر ركعتين في وقتها، ويصلي فيها العصر ركعتين في وقتها، ويصلي فيها المغرب 3 ركعات في وقتها، ويصلي فيها العشاء ركعتين في وقتها، ولا يعود ابتداء من صلاة الظهر يوم العيد، لا يتم يكبر بعد كل صلاة يقول وراها مباشرة من يسلم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، عدل عروض الصلوات كاملة، لكن لا يطل الناس من أن لين يوفى من الحج ولين يوفى الحج، و منين يعود الصبح وتزول الشمس يسمع أذان الظهر لا يمشي شور الجمرة الصغرى اللي يامس ما رماها اللي هي الجمرة الصغرى الأولى الشرقية، ولا يرميها وهو مستقبل القبلة عكس جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ونفس الشيء يرميها الآن قريب متوالي الحيط، وكيف قلنا الرمي عن الحجار ما يعود كبارات حتى يعود متوسطات، ولا يعود ملك الصغيرات حتى ويعود مؤكد عنهم حجار ما فيهم الطين ولا فيهم قدرون ولا فيهم سيمو، ومنين يوفى من ذاك الرمي سبع حصيات يتخطى الجمرة ويوقف على اليمين يطلب مولانا مدة طويلة ويمد يديه لمولانا ويبكي، ويمشي شور الجمرة الوسطى ويرميها ملكي يرمي الجمرة الأولى مستقبل القبلة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ومنين يتخطاها يمشي يميل عنها على اليسار ويوقف للدعاء وقت طويل، ومن يوفى من الدعاء يمشي شور جمرة العقبة ويتخطاها يرميها كيف رماها يوم العيد من الجهة الثانية مستدبر القبلة ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ولا لازم ولا يدعي وراها ولا شيء، يرجع البلو يستراح مولي لين الصبح، نفس الشيء من يلحق الزوال يمشي ويرميهم، والأفضل أن حد يرمي قبل يصلي الظهر، ولا عاد لا يتقاعس به الزحمة ولا شيء يصلي الظهر ويمشي يرمي، ولا قاعس لين ورا العصر ما تخسرش، مهم عن الرمي وقته من الزوال إلين تغرب الشمس كامل وقت أداء، والليل قضاء وحد بقات عليه شك في حصات ولا بقات عليه يقيسها في الليل ويرميها، ولا يلزم شيء. ومنين يرمي اليوم الثاني عشر ويوفى من رمي جمرة العقبة لعاد هم يتعجل يؤخذ من منى قبل تغرب الشمس، ومنين يأخذ من حدود منى قبل تغرب الشمس راه عاد متعجل وسقط عنه الرمي اليوم الأخير وسقط عنه المبيت تلك الليلة، والله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، معناها نغفر ذنوبه، لكن ذاك بشرط التقوى لمن اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه ملي نغفر ذنوبه لكن بشرط التقوى لمن اتقى، ولا بغى يتأخر بات فم ذيك الليلة ويرمي اليوم الثالث عشر نفس الشيء بعد الزوال يرمي الجمرات الثلاثة كلهم بسبع حصيات، وثنتين الأولى لا يرميهم مستقبل القبلة ويوقف وراهم، ذيك الأولى يكفرها على اليمين والأخرى يكفرها على اليسار، وجمرة العقبة لا يرميها ويتماشي وراه حج وفم من يقيس مكة عاد ما هطاف طواف الإفاضة، يمشي يقيس البيت ويطوف به 7 أشواط وهو متواضي، ويسوى لابس إحراماته ويسوى لابس الباس، وإلى عاد اللي لا يعدله يوم العيد يحصل أفضل يعدلهم إحراماته، وإلى عاد اللي لا يعدله الأيام الأخرين والله في الليالي يطوف لابس الباس العادي، وذاك الطواف ما فيه إسراع، لا يتواطى في الأشواط 7، ومنين يوفى منهم 7 يصلي ركعتين لعاد اللي في وقت إباحة، ولعاد في وقت نهي كيف ورا صلاة الصبح والله وراء صلاة العصر ما يصلي ذاك الوقت، إلين يعود وقت الإباحة ما حد إنه يصلي ركعتين يسوى منين قاعد يسوى في الحرم والله في غيره، وبهذا يكون الحج قد كمل الحمد لله وتم، ومنين تغرب الشمس من اليوم الأخير من أيام منن ويمشوا الحجاج مات لخارج شيفات الناصر مات اليوم التالي من أيام الرمي وغربت الشمس، يقعد حد قد يحرم من بالعمرة إلى أبغى ما عندها تعلق بالحج ولا عندهم تلازم، يغير إلى أبغى حد يحرم بالعمرة يقيس الحل يصوم منين
وفضل بلد قالوا الجعرانة هو اللي حرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومتواليه بلد قالوا التنعيم 7 كيلوات من مكة هو اللي حرمته منه عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد قالوا مسجد عائشة يحرم منه كيف يحرمه بالحج، يقول لبيك اللهم عمره ويلبي يتم يلبي لين يجي للبيت يطوف ويسعى ويحلق من اللي يطوف الله يقصر، وذاك هو قد عمرته العمرة اللي ذاك قدها. وهذا إلى عاد اللي مفرد، إلى عاد اللي متمتع لا يجي أصلا قاع حارم بالعمرة، ولا يطوف ويسعى ويتحلل يحلق والله يقصر ويتحلل، ومنين يعود يوم التروية له يحرم من مكة بالحج، ولا يعود مزاله الطواف والسعي، منين يطوف طواف الإفاضة لا يسعى وراه ولا يلزم دم، ولا عاد اللي قارن معناها منين يحرم من المدينة حرم بنية الحج والعمرة خلاط، ذيك الساعة لا لا يعدل كيف اللي عدل المفرد يغلى لا يلزم دم وتوف ولا يتحلل ورا السعي، من يسعى لا يتحلل به اللي هو مزال لا يحرم يغلى لا يلزم دم وتوف اللي يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد. الله يوفقكم ويتقبل منكم ويردكم سالمين وغانمين ويطول أعماركم في طاعة الله.